من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة النهار والصحفي رضوان عقيل الذي تناول مسألة الدوحة والملف الرئاسي. الدوحة مع المرشح الجدي ولا تتعارض مع الرياض. ففي معرض التدقيق في مهمة الموفد القطري يتبين أنه منذ دخوله في تفاصيل الملف الرئاسي لم يفارق مقاربة الاستطلاع بين جولة وأخرى. وفي رد على تساؤل عند بعض الجهات، لماذا لا يقوم سفير الدوحة في بيروت بهذه المهمة بدل أبو فهد؟ يأتي الرد من متابعين لبنانيين بأن لا تعارض بين الرجلين، مع الإشارة إلى أن الثاني يمثل وزارة الخارجية والديوان الأميري وهو على تواصل مع الحلقة الأولى في الدولة. ويفهم من موقف الدوحة أنها مرتاحة لما توصلت إليه الخماسية، وهي تؤيد بالطبع الرؤية التي قدمها الأعضاء لبري، وتنفي أنها على تباينات مع السعودية التي تبقى تشكل لاعبا رئيسيا في لبنان والمنطقة، ولا يمكن لأي جهة تخطي موقع المملكة. هذا وتعتمد الدوحة هنا مبدأ التوصل إلى تطبيق شعار السير بالمرشح الجدي والأوفر حظا، وهي لا تعارض بالطبع أي من المرشحين الذين طرحوا، لكنهم ليسوا الوحيدين بحسب تجربتها في لبنان أقله في العقدين الأخيرين، مع تشديدها على أنها لا تعمل على كسر أي جهة لبنانية، وهي لن تخرج الدوحة في النهاية عن إطار الخماسية لأنها غير قادرة بمفردها على التقرير بين الكتل النيابية، ومهمة الدوحة لن تنتهي عند حدود مساعدة لبنان في انتخابات الرئاسة، حيث تبدي قطر كامل استعدادها لمساعدة الحكومة اللبنانية المقبلة وبرنامجها الاقتصادي والمساهمة في خلق استثمارات تؤدي إلى النهوض بلبنان والخروج من أزماته المالية. موضوع آخر لافت في صحيفة النهار، سوف نمر على العنوان سريعا وكتبته الصحفية كلودات سركيس، مسألة المحكمة العسكرية والتعيينات العالقة، مسعى جديد للإفراج عن قرار تعيين هيئة المحاكم العسكرية ومسؤول عسكري رفيع يتولى الوساطة بين الوزير والقيادة. فبحسب المعلومات جرت مساعي لحل هذه المشكلة من دون التوصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة، ولكن وفق المعلومات لصحيفة النهار فإن مسؤولا رفيعا في قيادة الجيش دخل أخيرا على خط التوفيق بين الطرفين، فهل سيوفق في مسعاه ويصل إلى حل هذه المشكلة في الأيام الطالعة بانتظار ما سيحمله هذا الأسبوع؟ ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار. المقترح المردود لبريطانيا فرنسا وقف جزئي للحرب على 5 كيلومتر للتجربة. فقد تبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون موقفا لبنانيا موحدا في المضمون، وفحوى هذا الموقف اللا جهوزية في لبنان للبحث في أي ترتيبات خاصة بالحدود مع فلسطين المحتلة قبل وقف العدوان على غزة. هذا وعلمت صحيفة الأخبار أن المسؤول البريطاني يحاول بالتعاون مع الجانب الفرنسي تحييد الجبهة اللبنانية عما يجري في قطاع غزة. بناء على هذا التقدير يروج الجانبان البريطاني والفرنسي لفكرة وقف تدريجي لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وأن الاقتراح يستهدف إنشاء فوج جديد من القوات الدولية يتولى هذا الفوج مراقبة جانبي الحدود بواسطة أبراج تقام مباشرة على الخط الأزرق، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. هذا وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يشير إلى تجربة تبدأ في منطقة تمتد من رأس النقورة غربا بمسافة 5 كيلومتر باتجاه الشرق، على أن تتوزع الأبراج وفق مسافات تؤمن لها القيام بالمهمة، وذلك بالتزامن مع إنهاء المظاهر المسلحة على جانبي الحدود على طول هذه المسافة. وفيما لم تتضح كيفية تنفيذ الأمر من الجانب الإسرائيلي، يؤكد البريطانيون أن جيش الاحتلال سيخفي كل المظاهر العسكرية في هذه المنطقة، ويترافق ذلك مع وقف العمليات العسكرية في منطقة التجربة. وفي حال نجاحها يصار إلى توسيع المساحة باتجاه الشرق إلى أن تغطي كل الحدود، من دون الإشارة إلى أي عمق داخل أراضي الجنوب أو داخل أراضي فلسطين المحتلة. هذا وقد سمع البريطانيون والفرنسيون من حزب الله أن البحث غير وارد حاليا في أي أفكار، وبعد التواصل مع حزب الله بطرق مختلفة فإن الموقف الرسمي الذي سمعه البريطانيون والفرنسيون مفاده أن البحث غير وارد حتى هذه اللحظة على الإطلاق في هذه الفكرة ولا حتى في
في غيرها. ننتقل الآن إلى صامونشات صحيفة الجمهورية. الغموض يطوق الملفات، إسرائيل لن نوقف النار، وهوكشتاين آت للمهمة الصعبة. فبحسب معلومات موثوقة لصحيفة الجمهورية، فإن التقييم الذي خلص إليه مطلعون على تفاصيل حراك الخماسية لا يبعث على التفاؤل، وهو يزرع شكوكا حول تمكن اللجنة بخرق الجدار الرئاسي، حيث أن الحركة الاستطلاعية التي قام بها سفراء دولها في بيروت أخيرا عنوانها الأساسي تمنيات تقليدية بحسم الملف الرئاسي، أما في جوهرها فهي لم تعكس امتلاك الخماسية أي فكرة حل أو أي طرح من عندياتها يمكن أن يبنى عليه لتحريك الملف الرئاسي إلى الأمام. وردا على السؤال قال مرجع مسؤول للجمهورية، أثبتت التجربة في كل الملفات الداخلية وعلى وجه التحديد في الملف الرئاسي استحالة أن تتمكن المكونات السياسية من صياغة حل صنع في لبنان، وأنا على يقين بحسب المرجع المسؤول بأن أي جهد خارجي مهما كان شكله أو مستواه لن يتمكن من تغيير شيء في لبنان ما لم يغير اللبنانيون ما في أنفسهم، وطالما أن إرادة التعطيل مستوطنة في نفوس البعض فلا أمل يرجى من أي حراك. في هذا الإطار أبلغت مصادر قيادية في ثنائي أمل والحزب إلى صحيفة الجمهورية قولها موقفنا لا لبس فيه من البداية ومحسوم في دعم ترشيح الوزير فرنجي، أي أن الوزير فرنجي يبقى في المقام الأول لدينا حتى يقرر هو شخصيا أن يغير رأيه ويخرج من اللعبة الرئاسية، لكن معلوماتنا المؤكدة أنه لن يخرج ونحن من جهتنا لن نغير موقفنا ومضونا في دعم مرشحه ترشيحه. على الخط الجنوبي تتوالى التحذيرات الدولية من انزلاق الوضع في الجنوب إلى حرب واسعة في أي لحظة، وتوازي ذلك تقاطع الخبراء العسكريين وتحليلات المعلقين على استبعاد خيار الحرب، خصوصا في هذه المرحلة التي تتسارع فيها الجهود لصياغة هدنة طويلة الأمد في غزة. من صحيفة الجمهورية سوف ننتقل إلى موضوع لافت وربما مهين قليلا في صحيفة نداء الوطن، وهو مسألة الدبلوماسيين والهبات الدبلوماسية خارج لبنان لكل السفارات التي تعاني منذ بداية هذه الأزمة بدءا من رواتب السفراء وصولا إلى أوضاع السفارات في لبنان وفي العالم عفوا. إذن شرشح الشحادة هبات لطلاء شرفة ونقل أثاث. مصير السفارات اللبنانية في الخارج رهن الهبات التي يقدمها المغتربون اللبنانيون التي راحت تطال كل شيء. وفي جردة سريعة للعدد الأخير للجريدة الرسمية في لبنان في نهاية كانون الثاني الماضي يتبين أنه يتضمن 6 مراسيم قبول هبات لمصلحة وزارة الخارجية وخمسة مراسيم قبول هبات لمصلحة وزارة الداخلية. فصحيح أن قبول الهبات يجري شهريا وليس أمرا طارئا أو مستجدا، ولكن التدقيق في طبيعة هذه الهبات يستدعي رفع الصوت عاليا بعدما صارت الدولة اللبنانية عايشة على الشحادة، وكأن تتكفل الجالية اللبنانية في الجابون دفع تكاليف تصليح خطوط الهاتف، إضافة طبعا إلى تغيير أقفال الأبواب، تركيب مكيف، طلاء، شرفة، تنظيف الحديقة وتغيير بلاط، أو أن يتكفل أحد المغتربين بدفع مبلغ 5945 يورو لمصلحة سفارة لبنان في رومانيا، وذلك فقط لتغطية نقل الأثاث والمفروشات إلى دار السكن الجديد. من المعطيات أيضا أن تتكفل إحدى الشركات بتقديم 423 مليون ليرة، وهي عبارة عن كميات من البنزين والديزل أويل لمصلحة المديرية العامة للدفاع المدني.